بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة هنكمل السلسلة اللي بدأها زملائي الأفاضل في مراجعة وحدات المنهج، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على يونيت 4 في المنهج بتاعنا Women in History. طيب إحنا النهاردة هنخلي بالنا بس كده، إحنا أسلوب المراجعة بتاعنا هيمشي إزاي. إحنا زي ما أساتذتنا الأفاضل بدأوا معاكم، بنعمل تذكرة لحضراتكم كده بمحتويات الوحدة اللي انت المفروض هتراجعها ازاي، وبعد كده ان شاء الله تباعا هنشتغل حل على الوحدات. فمش عاوز حد الناس تستعجل معنا، في ناس في بعض الطلبة يقولك احنا الكلام ده احنا عارفينه وعاوزين ناخد غيره. لا، ضروري جدا انك تنتبه معنا وتشوف التفاصيل اللي احنا بنركز عليها. شوف لما اجي اقرا الليسننج هقراه ازاي، هعمل فيه ايه، هركز على ايه. شوف الريدنج، هل بقراه قراءة كده عابرة وبعدي الكلام، ولا في حاجات معينة بقف عندها. تعالى كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. اكيد الاول الديفينيشنز في ناس كتير بتغفلها، مع ان بيجي فيها سؤال مهم جدا في الامتحان. تعال نشوف هنتعامل مع الديفينيشنز اللي موجوده عندك في الوحده ازاي. خلي بالك معايا. في الديفينيشنز عندنا اول حاجه عندنا كلمه argue for means explain why something should be done. كلنا عارفين كلمه argue معناها يجادل. argue for يجادل من اجل او يناضل، ماشي الكلام اهو. explain why something should be done. It means that you support a certain idea. انت بتدعم فكره معينه. طب حد يعرف يقول لي argue for دي عكسها ايه؟ argue for عكسها argue against. طب واحد يقول لي طب ما في argue with. دي argue with، دي argue with someone، بتجادل مع شخص اخر. اما اقول I argued with my brother، تجادلت مع اخويا. يبقى عندنا argue for، تجادل من اجل المناضل، support an idea. argue against اللي هو stand against an idea. and argue with، يجادل مع with someone with a person. اوكي. شفتوا احنا بنقرا ازاي؟ مش مجرد بنقرا كلمه كده وخلاص، لا ده احنا بنشوف الكلمه دي. طب الكلمه دي عكسها ايه؟ خلي بالنا من الكلام ده واحنا بنقراه. appreciate means like the good qualities or value of something. كلمه appreciate يا جماعه الترجمه اللغه العربيه بتاعتها يقدر، بس يقدر دي في عندنا appreciate وفي عندنا estimate. خلي بالنا برضه عشان ما تقعش بينهم، بيقول لك في الاختيارات. appreciate ده بيقدر، بص المعنى، like بتعجبك، the good qualities الصفات الكويسة or value of something أو قيمة شيء ما. يبقى هنا بنسميه تقدير معنوي. لما أقول I appreciate your help، أنا مقدر مساعدتك ليا، معناه I like what you have done to me، أنا عاجبني اللي أنت عملته معايا. But estimate means estimate، يقدر بقدر قيمة الشيء. estimate بقدر قيمة دي ب 10 جنيه، دي ب 20 جنيه وهكذا. خلاص خلي بالنا من الفرق، كويس جدا. طيب award give a prize to someone who has achieved something. award معناها يمنح، دي معناها منحة أو جائزة. هنا as a verb give a prize، بيعطي منحة أو جائزة توصل لشخص ما هو has achieved something. طيب خلي بالك إن في award دي ال A مش من أصل الكلمة، يعني A وبعدين space وبعدين word. award ده اللي هو عنبر أو جناح في مستشفى أو حاجة. وفي reward معناها يمنح أو يكافئ برضه، بس مكافأة ودية. يعني when your father reward you، بيكافئك، it means that he gives you something because you have achieved. يبقى الفرق بين award وreward ايه بقى؟ احنا عندنا award دي كده منحة رسمية، خلاص؟ انما reward مكافأة عادية خالص بتتلقاها من حد ايه بشكل ودي. طيب government كلنا عارفين طبعا، ده government ده group of people، مجموعة من الناس، who control a country or state، اللي هم بيتحكموا في دولة او ولاية معينة. اوكي. طيب positive have a good effect، كلنا عارفين positive يعني ايجابي، معناها have a good effect. وخلي بالك من كلمة effect دي، have a good effect. effect يعني تأثير بالإي، ماشي الكلام؟ طيب have a good effect يعني له تأثير جيد، تمام. في بعد كده عندنا رول، وطبعا لازم تفرق بين رول ورول. رول اللي هي ار يو ال اي دي قاعده او يحكم، انما هنا رول the position that someone has in an activity or situation. وخلي بالك من الجمله دي لان ممكن تخدعك. هتخدعني ازاي يعني؟ هي كلمه احنا عارفين معناها سهل، بس the meaning in English sometimes can confuse you، ممكن يعمل لك ارتباك شويه. The position that someone has، المكانه اللي بيمتلكها شخص ما، ان انا اكتيفيتي في نشاط ما or situation. مهم قوي الديفينيشنز يا جماعه. طيب respected، هنا بقى هيوقفني عند respected وrespectful وrespectable والحاجات الحلوه دي. احنا عارفين ان respect يحترم او احترام. طب respected بصوا نشوف المعنى اهو، admired by many people، يعني ناس كتير معجبه بيه، يعني محترم من قبل الناس. because of achievements، بسبب الانجازات and skills. قال له طب ما في عندنا حاجه اسمها respectable. he is a respectable man، يعني ده شخص محترم لشخصه او لاخلاقه، خلاص. وفي ممكن اقول respectable family، اسره محترمه. وفي respectable job، يعني اسره وظيفه محترمه برضه.
طب امال كلمه ريسبكتفول؟ ريسبكتفول هو اللي محترم للاخرين. شفت احنا واحنا بنقرا ديفينيشنز بنعمل ماشي مركزين احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول نشوف الكلمات اللي انا بتقابلني في تشوز بتعمل لي مشاكل مع بعض، خلي بالك. طيب بعد كده عندنا كارير. كارير دي معناها حياه مهنيه، يعني اقراها كده a job or profession. profession برضه يعني مهنه. you have trained for، انت اتدربت عليها and intend to do for a long time، وناوي تستمر فيها لفتره طويله. وهنا برضه في ناس بتلخبط في الموضوع ده، يعني for me بالنسبه لي انا I am a teacher that is my job، دي وظيفتي I am a teacher خلاص. طيب my profession المهنه بتاعتي teaching اللي هي التدريس خلاص، يبقى نقول teaching profession مهنه التدريس. My job is a teacher. طب my career ايه بقى؟ my career دي يعني my career ده مدرس ولا مهنه التدريس ولا ده ولا ده؟ كلمه my career اللي هو الحياه المهنيه بتاعتي الفتره اللي انا قضيتها في مكان معين. For example I have worked as a teacher of English for مثلا 10 years in a preparatory school then I moved to the secondary school so I changed my career. انا غيرت حياتي المهنيه. هل انا غيرت وظيفتي؟ هل ما بقتش مدرس؟ لا برضو I am still I am a teacher but I changed my career I moved from a place to another. okay طيب تماما. عندنا بعد كده be in charge of، خلي بالنا in charge of مسؤول عنه. شايف شايف be دي verb to be، خلي بالك من الكلام كويس جدا. be the person who is responsible for اهو، يبقى in charge of بتساوي responsible for، والاثنين خلي بالك adjective صفات، يبقى لازم يبقى بالحرف ايه؟ ها verb to be. ها ركز الكلام كويس جدا. for something or someone مسؤول عنه. be in charge of be responsible for. تمام. طيب دايركتور، دايركتور ديت في ناس بتقول عليها مدير وفي ناس بتقول مخرج، ما اختلفناش الاثنين صح اهو. someone who controls or manages company organization or activity، ده الشخص اللي بيتحكم او بيدير في شركه ما او منظمه ما or activity او نشاط ما. اوكي impressive. impressive مهمه قوي الكلمه دي. impressive making you admire something. لما اقول لك كده اقول لك علي your grades are impressive، يعني درجاتك مالها بقى؟ ها impressive يعني مبهره رائعه wonderful fantastic. طيب impressive يعني مبهره، making you admire something بتجعلك تعجب بشيء ما خلاص كده. طب امال كلمه impressed لو انا شلت الاي دي اي ديت وخليتها اي دي impressive معناها منبهر، impressed معناها منبهر. اوكي طيب license that's a noun official document يعني وثيقه رسميه that gives permission to do something. وخلي بالك مع license دي انا ممكن اقول driving license يعني رخصه قياده مشهوره جدا. building license، وكلمه building license بتعمل مشاكل للناس. هو البناء بيبقى محتاج permission ولا license؟ لا احنا اسمها رخصه بناء. وخلي بالك اللغه يا جماعه في مصطلحات كده انا ما اقدرش العب فيها، هو الاكسبريشن بيستخدم بهذا النظام، فانا مضطر للاسف ان انا اتبع زي الناس اللي هم النيتيف سبيكرز اللي قالوا الكلام ده، بحترم الحته دي. لايسنس. طب خلي بالك لايسنس دي في ممكن اشيل الاس دي، ها اخلي السي دي اخليها اس. لايسنس لايسنس زي كلمه ادفايس وادفايز، براكتس وبراكتس. دي بقى معناها يرخص، ذات ذا فيرب لايسنس خلاص. يبقى لايسنس رخصه، اوفيشال دوكيومنت ذات جيفز بيرميشن تو دو سمثينج. اوكي طيب نيرسينج. نيرسينج اللي هي التمريض، جاي من نيرس مرض، الجوب اوف لوكينج افتر بيبل، عنايه بالناس هو ار ال اللي هم مرضى. طب ودي بتفكرني بنيرسينج ونيرسري. وات ذا ديفرنس بين نيرسينج اند نيرسري؟ نيرسينج التمريض. طب نيرسري يا الحضانه، نيرسري سكول. اور تشيلدرن جو تو نيرسري سكول ات ذا ايج اوف 4، بيروحوا الحضانه في سن الرابعه. اوكي طيب اخر حاجه بقى في الديفينيشنز سولو. وسولو دي خلي بالك بتيجي ادجكتيف وادفيرب، ادجكتيف اند ادفيرب. ادجكتيف سولو اهو بيقول لك دان اون يور اون، حاجه بتعملها لوحدك، حاجه كده مفرده منفردا خلاص. without help from another person يعني بدون مساعده من شخص اخر. I can say a solo flight يعني رحله طيران منفرده. here solo is an adjective because it's followed by a noun، لان تبعها اسم جاي بعدها اسم. a solo flight. طب اقول لك he flew solo، يعني he flew solo طار منفردا. solo can be used as an adjective or as an adverb. adjective صفه ياتي بعدها اسم، adverb يعني فعل بتصف فعل. طيب تعال نروح بقى كده بسرعه، احنا خدنا الديفينيشنز ومعلش انا خدت فيها وقت لان في ناس كتير بتهملها ومحتاجين ان احنا نركز فيها شويه. تعالى في بعض الاكسبريشنز مهمه جدا خلي بالك منها، وانا عاوزك تعملها زي سكرين شوت كده وخلي بالك منها. play a positive role ان العب دور ايجابي. be determined to مصر على. be associated with يعني تكون مرتبط ب. in charge of or in control of اللي احنا خدناها من هنا بتساوي be responsible for مسؤول عن. take up much of her time مهمه جدا very important يا جماعه. take up much of her time يعني يستغرق او بيشغل حيز كبير من وقتها.
بريك ريكورد، بريك ريكورد يحط من الرقم القياسي، بريك ريكورد، مس ريكورد اكيد ديت اتس ذا اوبوزيت، اكيد عكسها. طب معناه ايه بقى مس ريكورد؟ مس ريكورد يخفق في تحطيم الرقم القياسي. اوكي، هولد ا لايسنس يعني بيحمل رخصه، هولد ا لايسنس يحمل رخصه، بي بورن انتو ا ويلثي فاميلي، خلي بالك منها دي، بورن انتو ا ويلثي فاميلي يعني يولد في اسره ثريه، بورن انتو ا ويلثي فاميلي، بي لايسنس تو دو، وده هي لايسنس يا جماعه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتيجي فيرب، خلي بالك احنا لسه اهي، بي لايسنس تو دو يعني يرخص له، اي ام لايسنس تو تيتش انجلش، انا مرخص ليه ان انا ادرس كذا. خلاص، بوبولار ويز محبوب لادا محبوب من strength of character اللي هي قوة الشخصية، do well طبعا do well دي عكسها do badly بيؤدي بشكل جيد، introduce new ideas very important by the way، introduce new ideas يعني يقدم أفكار جديدة أو يدخل أفكار جديدة. okay let's move to ها تعالى بقى الدرس بتاعنا اللي هو دكتور عيشة عبد الرحمن، دكتور عيشة عبد الرحمن the listening. طب شوف احنا هنتعامل معاه ازاي، وبرضه خلي بالك ما تمرش مرور الكرام، شوف احنا هنطلع منه ايه وهنشتغل معاه ازاي، ركز معايا كده. دكتور عيشة عبد الرحمن who is known as بنت الشاطئ is one of the most famous people in Egyptian and Arab culture. طب دي الجملة قدامنا وكلنا عارفينها وموجودة في الكتب كلها، طب ايه بقى، ركز معايا. دكتور عيشة عبد الرحمن هو، خلي بالك من الكلام، طبعا دكتور عيشة عبد الرحمن دي اتعاقب جبت معاه هو، ادي الجرامر اهو. طيب انا ينفع اشيل هو هنا واحط ذا؟ لا، شايف الكومة دي ما تخليكش ينفع تحط ذا، خلاص دي كده تعتبر جمله زي جمله اعتراضيه كده، انا ما ينفعش اجيب ذات في الحته دي. هو از نون، از نون اللي هي معروفه، خلاص، از از نون از معروفه كا، معروف بلقب، معروف، خلاص كده. خلي بالك احنا في عندنا نون فور معروف بيه او مشهور بيه، خلاص، وفي نون تو معروف لدى او عند مجموعه من الناس، نون از كا انا بجيب بعدها نون اهو، اللقب بتاعها المشهور دي بنت الشاطئ از وان اوف ذا موست فيموس بيبل. كلمة one of يعني واحدة من، يأتي بعدها اسم جمع، خلاص كده. خلي بالك اهو، واحدة من، ينفع اقول واحدة من شخص ولا واحدة من الأشخاص، واحدة من الناس، ينفع اقول one of the boy or one of the boys، of course it was one of the boys. يبقى خلي بالك ان الكلام ده مهم جدا جدا جدا، والكلام ده بيجي في الامتحانات ويرجع يقول لك ده من قلب النص بتاعك وانت من تشجيريان جاي منين، اهو one of the most famous people in Egyptian and Arab culture. واخد بالك من كلمة Arab culture، هو قال Arab culture ولا Arabic culture؟ لا، Arab، Arab culture الثقافة العربية، إنما لما أقول اللغة العربية دي Arabic language، Arabic literature، إنما الباقي أقول إيه؟ Arab culture. شوف إحنا طلعنا كام حاجة، خلي بالنا من الكلام ده وإحنا شغالين. طيب تعال نروح للفكرة التانية. As well as writing books on society and culture, she also wrote poems and for 50 years wrote for the newspaper الأهرام. برضه عشان نتعامل مع الجملة دي إزاي؟ as well as معناها بالاضافه الى، as well as بتساوي in addition to، صح كده؟ بتساوي besides كلنا عارفينها. طب الفعل اللي جه بعدها شكله ايه يا بطل؟ اي ان جي اهو، يبقى as well as بيجي بعدها اي ان جي، كويس قوي. as well as writing بالاضافه الى انها كتبت books on اهو. طب لما تيجي تترجم كتبت كتب عن المجتمع، في ناس تقول لك طب ما هي عن، في about، شوف النص هنا انا كده ها write books on society and culture she also wrote poems كتبت قصائد and for 50 years لمدة 50 سنة wrote for the newspaper. شايف كلمة wrote for then write for يكتب لي، كتبت لجريدة الأهرام. عاوزك وانت بتقرأ النص تعمل كده بقى، تخلي بالك من الكلام وتخيل ان كل جزئية من الجزئيات اللي احنا بنتكلم فيها دي موضع سؤال ممكن يشيل لي دي ويجي لي عليها سؤال، يجي على اسم الاز ويشتغل عليه وهكذا، خلي بالك من الكلام. طيب نروح للفكرة اللي بعد كده. During her life أثناء حياتها she helped to improve women's position in Egyptian society. During احنا عارفين كده during معناها أثناء، يأتي it's followed by a noun. ماشي. She helped to improve ساعدت في، she helped to improve women's position ساعدت في تحسين مكانة النساء in Egyptian society في المجتمع المصري. Okay. Using the name بنت الشاطئ. Using أنت ممكن تلاقي using دي جايلك أحيانا by using، صح؟ ما عندناش مشكلة، كنا نشيل by ونبدأ using على طول باستخدام. Using the name بنت الشاطئ، باستخدام اسم بنت الشاطئ، دكتور عيشة wrote many books، كتبت الكثير من الكتب. Many is followed by a plural noun، بيتبعها اسم جمع. And articles، بص 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 اللي جاي، ها، in which، جرامر اهو خلي بالنا، في ناس عندها مشكلة كبيرة جدا في حروف الجر اللي بتيجي مع ويتش، بتقول لك هي حروف الجر اللي بتيجي مع ويتش دي بتيجي حسب الجملة اللي قبلها ولا الجملة اللي بعدها. أنا بصراحة ما بحبش بقى حتة اللي قبلها واللي بعدها، ما بحبش شغل الفهلوة ده. احنا في عندنا كونتكست، في عندنا سياق كامل لازم نفهم، لازم نفهم، نخلي بالنا احنا بنتكلم عليه دلوقتي. بقول لك هي كتبت كثير من الكتب والمقالات، حلو. لما كتبت الكتب والمقالات جادلت، خلي بالك
من اجل او ناضلت من اجل دور اكثر ايجابيه للنساء في هذه الكتب، في هذه الكتب. يعني الجمله دي كان اصلها جملتين، الجمله الاولى she wrote a lot of books and articles full stop. الجمله الثانيه she argued for a more positive role for women in these books. شفت ان دي جت منين بقى؟ فاحنا شلنا ان حرف جر ده وحطيناه ابيوتش. كلام جميل. طيب برضو احنا كل ده بنعمل ايه؟ بنتعلم ازاي نقرا النص كويس ونستفيد بيه. تمام. دكتور عيشة was a respected teacher، كانت مدرسة respected. اظن احنا خدنا في الاختيار في واحنا definitions فهمنا يعني respected، محترمة، محترمة من قبل الاخرين. For her achievements، عشان انجازاتها، خلي بالك من الكلام. And taught at many universities، taught at، درست في كثير من الجامعات. Across the Arab world، يعني ايه across the Arab world؟ يعني عبر العالم. اوكي. طيب. تمام، نروح بقى كده على الريدنج بسرعه. عندنا برضو كده النصوص اللي عندنا، اكيد دي صوره فلورنس نايتنجيل. was born into a wealthy family، اهو احنا خدنا، خلي بالنا من born into a wealthy family، اسره ثريه، ولدت اسره ثريه. فلورنس ورك ان لندن هوسبيتال، في مستشفى لندن. was so effective that، مين يفتكر لنا كده so that، so effective that، كان فعالا جدا لدرجه ان، خلي بالك so adjective that or so adverb that، خلي بالك وانت شغال. بيقول لك شغلها كان فعال او مؤثر لدرجه the British government asked her to be، طلبوا منها to be in charge of the nursing، انها تبقى مسؤوله عن التمريض of the wounded soldiers abroad، اللي هو الجنود الجرحى. wounded adjective، wounded soldiers abroad، الجنود الجرحى في الخارج. after working، افتكر هنا after is followed by the gerund ing، هو after working، بعد العمل. in Europe she returned to England and opened the Nightingale School، وفتحت مدرسة العندلين of nursing للتمريض in London. بص التعبير اللي جاي ده عاجبني قوي، the first school of this kind. في ناس كده ما تاخدش بالها من الجملة دي، حلو قوي. the first school of this kind يعني يعني أول مدرسة من هذا النوع. الجملة دي ممكن تجي لي في تشوز وتتعبني جدا على فكرة، موجودة في النص أهو. the first school of this kind يعني المدرسة الأولى من هذا النوع. طيب طبعا عندنا لطفية النادي سهله جدا ما فيهاش مشكله. لطفية النادي وذ فيرست، اند اونلي، في فكره هنا عاوز نركز فيها قوي برضه، خلي بالنا منها. اهو شايف كلمه وذ فيرست اند اونلي مومنت، بص جاي بعدها ايه؟ تو جوين. احنا عندنا ذا فيرست وبعدين ناو وبعدين تو، ها جوين تو المصدر اهو. ذا فيرست اند اونلي مومنت تو جوين. طب واحد يقول لي ينفع ان انا اشيل تو؟ ممكن كمان في الامتحان ممكن اشيل تو واقول هو؟ طبعا. اسوي بقى ذا فيرست اند اونلي مومنت هو جويند، التي انضمت الى who joined، انما هنا to join a new school for pilots at Almazra Airport. مش قضيتنا المعلومه. بص اللي جاي نفس الفكره اهو، النادي became the first woman in Egypt، ها بص كده، ها to have، خلي بالك من الكلام اهو، the first woman، اول امراه في مصر to have a pilot's license، خلي بالك رخصه الطيار، a pilot's license، احنا كلنا عارفين driving license بس انتبه pilot's license. اوكي. طيب she became famous when she flew solo. لا flew solo، طارت منفرده. flew solo، solo here is an adjective or a verb. of course it's an adverb ظرف، لان جايه ها it describes the verb، تصف الفعل. in an international race. okay she was only the second woman ever to fly the Axis. she was the second woman، كانت ثاني امراه ها ever هنا معناها ايه؟ على الاطلاق. to fly like this، ان تطير ها like this، بهذه الطريقة أو بمثل هذه الطريقة. like this، خلي بالنا من التعبيرات الكويسة دي. ماشي يا جماعة؟ طيب الجرامر، احنا مش هنتعامل مع الجرامر بالطريقة التقليدية، مش هشرح الجرامر بقى كلنا عارفينه، لا أنا عاوزك تنتبه في نقاط معينة كده الناس بتقع فيها، خلي بالك منها. بص كده don't repeat the pronoun when you use a relative pronoun. احنا الجرامر بتاعنا بيتكلم عن relative pronouns، ضمائر الوصل. اوكي. خلاص؟ خلي بالك ما تكررش، في ناس بتغلط وبتيجي بتجيب ضمير الوصل وتجيب الضمير كمان، ما ينفعش. احنا ضمير الوصل ده انا شلت ضمير وحطيت بداله ضمير الوصل اهو. ذا وومن هو، ينفع اقول هو شي ليفز؟ لا طبعا لازم تحذف دي. ذا وومن هو ليفز اكروس ذا رود از ا دوكتور. طيب ماي انكل هو واز بورن، ينفع اقول هو هي واز بورن؟ لا طبعا ما ينفعش. واز بورن ايه هونج كونج، ليفد موست اوف هيز لايف اوفر سيز. طيب النقطه الثانيه خلي بالك منها، هو وهوم، عشان برضه في ناس بتسال كتير يقول لك ايه هو ايه هوم ديت، هما الاثنين معناهم الذي والاثنين بيدلوا على العاقل. طب ايه وات ذا ديفرنس؟ ركز معايا كده. هو كان بي يوزد فور ا سبجكت اور ان اوبجكت، يعني هو ممكن تحل محل فاعل ومحل مفعول، انما هو از يوزد فور اوبجكتس اونلي. وهنفهم على المثال دلوقتي عشان بس الوقت. ذا وومن از ان هوسبيتال، شي واز ان جاردن. هنا شي هير از ا سبجكت، فاعل. عرفت منين؟ جاي بعدها فعل اهو.
طب لما اجي اشيل شيء حطيت مكانها هو يبقى ذا وومن هو واز ان ا جوب ان ذا اكسنت از. طب ينفع اشيل هو واحط هوم؟ نو ما ينفعش. هوم ما ينفعش تيجي مكان الفاعل. هوم كانت بي فولود باي ا فيرب ما ينفعش. خلاص كده. طب بص الجمله الثانيه بقى. ذا بوي واز نوت ات هوم. الولد ما كانش في البيت. اي وونتد تو توك تو هيم. انا كنت عاوز اتكلم معاه. هيم هير از ان اوبجكت المفعول. طيب بص بقى لما جه يعملها ليه. ذا بوي هو اور هوم اي وونتد تو توك تو was not at home. هنا ينفع تجيب هو وينفع تجيب هوم عشان هنا انت في مكان المفعول بدليل جاي بعدها الفاعل. نقطة مهمة جدا جدا جدا. طب معلش أول حاجة عاوز نعمل تبديل بسيط خالص. شايف تو دي؟ هو أو هوم أي wanted تو توك تو كان ينفع تو دي أجيبها هنا قبل ضمير الوصف؟ كان ينفع بس ما كانش ينفع تجيب معاها هو لأنه هو ما ينفعش يجي قبلها حرف جر. خلاص؟ كان يقول ذا بوي تو هوم أي wanted تو توك was not at home. خلاص مهمه جدا دي يا شباب. تاني تو. طب واحد برضو من بيقرا كده في الكتاب يقول له هو ما ينفعش يجي معاه حرف جر. حضرتك هو ما ينفعش يجي قبلها حرف جر انما ينفع يجي في الجمله اللي بعدها حرف جر. ينفع ما هو قدامك اهي صح ولا ايه؟ خلي بالك كلام مهم جدا. يبقى هو ما ينفعش احط حرف جر قبلها هنا بس ينفع اقول ايه تو هوم. كلام مهم جدا جدا جدا. كان معانا فيها طيب ماشي. Which can be used to refer to a complete sentence. مهمة جدا دي قوي خلي بالك. Which okay can be used to refer to a... ممكن استخدم which عشان تعبر عن جملة كاملة. اهو he came first. حتى لو عملت بلون مختلف هو طلع الأول حقق المركز الأول. Which made his parents very happy. وده اللي خلى والديه سعداء. هي كلمة first اللي خلت والديه سعداء ولا الجملة كلها؟ إنه حقق المركز الأول. يبقى which he refers to a whole a complete sentence. طيب he was usually late. هو كان متأخر. which always annoyed his father. والذي كان يضايق والده. ايه اللي بيضايق والده يا جماعه؟ الجمله كلها ان هو بياتي ها متاخر. طبعا دي النقطه دي خلي بالك منها اللي هي which زائد preposition زائد حرف جر. اوكي؟ these are the books about which she spoke. about which. طيب شوف حرف جر ممكن يجي قبل which ممكن يجي بعدها عادي خالص اهو. these are the books which she spoke about. حضرتك انت جبت about ليه؟ ايه الجمله اللي بعدها المفروض she spoke about these books. خلاص خلي بالك من الجمله الثانيه. طيب the bus by which we go to school is very old. برضه جبت باي ليه؟ عشان المفروض we go to school by bus. وشوف باي باي ممكن تيجي فين برضه؟ اهو the bus which we go to school by is very old. طبعا انا هكتفي بهذا القدر عشان الوقت بتاع الحلقه على امل ان احنا ان شاء الله نكمل الكلام ده في حلقه اخرى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.